أنا مضرب عن الطعام لمدة 3 أيام تنشوفوا هاد المسؤولين. حطمات الرقم القياسي في الإصابة بالكوفيد. وجيت دابا باش نمشي نشوف بنتي. اليوم كنتي غاده غتمشي عندها؟ كنت نشوف بنتي وحموني، خليت لهم الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اللي كنت فرحانه وغادي نمشي عند بنتي نشوفها. مع الاسف كنجيو للدوله ديالنا، الى حد الساعه اللي واقف معاك فيها انا دابا كندوي معاك، ما هزت شي مسؤول لا صغير ولا كبير، لا قنصليه ولا غيرها، يقولنا في التليفون، ماشي يقولنا كيف قاتل بنتي، يقولنا كما قلتها في الفيديو، يقولنا تفوق حشاكم. ماشي مواطنه بريطانيه وهي تحت العنايه المركزه، وهذه هي اللي غنشري، هي تحت العنايه المركزه. شنو كيقول لها؟ كيديروا لها القرآن كتسمع ليه. مشاهدين ومتتبعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. اليوم أنا بالجانب ديالي بشير والأم ديالو، دائما في إطار تتبعنا الحالات الإنسانية والاجتماعية جينا باش نتبعوا الحالة ديال الأخ بشير اللي فايت خرج معنا بتصريح في فيديو على ود الظلم اللي تعرض له بسبب جواز التلقيح. واليوم كذلك ومثال، بعد ما دازت تقريبا أكثر من 10 أيام عاوتاني كيعاود تلقى نفس النتيجة وتعرض لنفس الظلم بسبب جواز التلقيح. غير هو اليوم، ماشي غير هو بوحده، اليوم مشكل كيتعلق به هو، كيتعلق بالأم ديالو، كيتعلق بالأخت ديالو اللي هي طريحة الفلاش الآن في بريطانيا. هاد الأخت بريطانية غنبغي نشير لواحد النقطة قبل ما نتكلموا مع الأخ بشير. هاد السيدة هادي هي السيدة اللي كانت دارت أكثر من 3 شهور وهي أو 4 شهور مريضة بمرض كوفيد، حيت كان جاها في الأيام الأولى فاش يلاه خرج، واضطرت أنها تبقى أكثر من 150 يوم في الكوما باش فاقت، وحتى واحد من الجانب ديالها من العائلة ديالها. وأول حاجة طلبات من حلة عينيها هي أنها تشوف العائلة ديالها. هادوك الناس صراحة تساعدوا معها لأن فيهم الإنسانية، حاولوا توصلوا معها ولو بالإشارات، حتى فهموا بأنها محتاجة تدوي مع الأم ديالها ودوزها لها بأبل فيديو. هذا من جهة. من جهة أخرى فاش بغاو دابا حاولوا انها ملي ولات شويه وحاولوا انهم يمشيو عندها ويشوفوها، كيتلقاو المنع رغم انهم حاصلين على البي سي ار اللي كيعني تيست او اختبار ديال كوفيد اللي خرج سلبي. وهذا التيست بي سي ار يلاه داروا قل من 48 ساعه، عفوا قل من 48 ساعه. وهذا الشيء هو اللي كيطلبوه جميع الدول الاجنبيه، الا كنتي باغي تسافر باش تدخل شي بلده اخرى اجنبيه، انه خص تكون عندك تيست بي سي ار اللي ما كتجاوز المده 48 ساعه ويكون سلبي بطبيعه الحال. ولكن اليوم باقي كنتسائلوا، ودائما ساظل اطرح هذا السؤال حتى يجيني شي جواب شافي وكافي من عند المسؤولون، وخصوصا اخص وزاره الصحه. لماذا التلقيح غير اجباري وجواز التلقيح اجباري؟ صراحة هذا سؤال ما قادرينش نجاوبوا عليه، وحتى المغاربة ما كرهوش يجاوبوا عليه، شي واحد يجاوبهم عليه. اليوم خويا بشير عاود لينا كيفاش صرا لك اليوم ملي مشيتي عاوتاني للمطار باش انك تمشي تشوف الاخت ديالك اللي هي بوحدها مريضة وفي الغربة وما عندها حتى شي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كما العادة كنمشيو للمطار في الصباح، يعني بعد التعب ديال الليل والتوجاد وجدادي انا والوالده والاخ ديالي مشى لانه عيان، والدته هي كما لاحظتوا عيانه،
انا اللي كنهضر معكم كما قلت في الفيديو، انا مضرب عن الطعام لمده 3 ايام تنشوفوا هاد المسؤولين. يعني اليوم كتعلن انك انت مضرب عن الطعام منذ الصباح لحين نشوفوا معنا الحل. 3 ايام نشوفوا هاد الناس هادو واش حنا في دوله الحق والقانون، دوله المؤسسات، او لا دوله في شي دوله، وخصوصا ان الامر يتعلق ب أثار ضجة في العالم. باش نكون واضحين، الأمر ديال فاطمة بوازاد، لأن هذا هو اللقب الكنية ديالها، فاطمة بوازاد المعروفة فاطمة برايدل في بريطانيا، فكان أثار ضجة في العالم، فكانت موضوع ديال رأي عام دولي. وكما قلت جميع الصحف العالمية بدون استثناء، ما كنتكلمش أنا على السوشيال ميديا، وإنما كنتكلم على جميع الصحف المرئية والمقروعة والمسموعة في جميع قارات العالم، في أذربيجان، في الدول الإسكندنافية، في دول آسيا كاملين، في دول أوروبا، في أمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية، في جميع دول العالم كتكلم على فاطمة، لأنها كانت حطمات الرقم القياسي في الإصابة بالكوفيد، أنها دوزات 144 يوم في شهر 7 2020، استطاعت أنها تدوز 144 يوم في الكوفيد في ظروف جد جد صعبة، حتى أنها كانت هي الحالة الخطيرة في بريطانيا. الناس ما قصروش من جهدهم، الناس داروا اللي عليهم، حتى ان واحد الوقيته الناس هزوا يديهم. فكنشكر هذوك الناس بزاف، لا ملكه بريطانيا ولا حكومه بريطانيا ولا الشعب ديال بريطانيا. تصوروا معايا ان السيده يلا فاقت، كان دوزات اكثر من 40 يوم في الكوما، اكثر من 40 يوم في الكوما، يلا فاقت. الطلب الوحيد اللي قال لها وشنو بغيتي، غير بالاشارات كتبت لهم، قالت لهم بغيت دارنا، وراوها ديك الساعه في البورطابل دارهم، قالت لهم بغيت نهضر مع ماما، قالت لهم بغيت نهضر مع ماما. عيطوا لنا الناس في 5:30 ديال الصباح. عيط لكم مستشفى. المستشفى ديال ساوثامبتون، المستشفى ديال ساوثامبتون كيعيط لينا، كيدوزوها لنا سير لو شون، يعني دايرين لنا واحد لاباري، انا لحد الساعه لاباري ما عرفتش، قال لها ما تفوتيش جوج كلمات، يعني لاباري تا الماتيريال اللي استعملوا اخر ماتيريال استعملوا، وكان وزير الصحه مات هانكوك كيتابع الوضع ديالها عن كتب، رغم انه كيفوت، رغم وهذه مهمه جدا، رغم ان عندهم الاموات بالمئات، ولكن ما تخلوش عليها، ما تخلوش عليها. وقال بهذه العباره، قال لهم انا فرحان جدا. علاش؟ لان سواء كانت فاطمة، وهي ماشي مواطنة، هي ماشي مواطنة ديالهم، هي مواطنة مغربية، سواء كانت فاطمة أو لا كان عائلة فاطمة، فهم كإنسان كيستاهلوا أحسن الخدمات اللي عندنا، فهمتي؟ وكنجيو مع الأسف كنجيو للدولة ديالنا، إلى حد الساعة اللي واقف معاك فيها أنا دابا كندوي معاك، ما هزت شي مسؤول لا صغير ولا كبير، لا قنصلية ولا غيرها، يقولنا في التليفون، ماشي يقولنا كيف قالت البنت، يقولنا كما قلتها في الفيديو، يقولنا تفوق حشاكم، يقولنا تفوق. اللي بغيت نفهم، لان قد اسمح لي، مع العلم ان حنايا راه عندنا وزراء كيعرفوا اشنو لابسين، ما يقولش لنا راه ما عارفين شكون هي فاطمه برايد المواطنه ديالكم. ما يمكنش لهذا الشيء. النقطه اللي بغيت نشير لها، الاخت ديالك كانت الحديث ديال جميع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا في الاخبار، وبزاف القنوات، لا الهنديه، لا اوروبا الشرقيه، ولا بريطانيا. يعني ما غاديش نهضروا غير على الدول العظمى ولا الكبيره، وانما حتى بعض الدول تماما. يعني انا اليوم كتقول لي باللي الدوله المغربيه او ربما غير القنصليه تما كاينه ما حاولوش انهم يتواصلوا معها اطلاقا. كنقول لك اطلاقا. اش حسيتوا؟ شنو هو دار الحقره، قمه الحقره، فاش الناس، كنقول لك ناس، تصوري معايا فاش كانت في المستشفى تاع بريطانيا وهي تحت العنايه المركزه، ماشي مواطنه بريطانيا، ماشي مواطنه بريطانيا، وهي تحت العنايه المركزه، وهذه هي اللي غنشيري، هي تحت العنايه المركزه، شنو كيقول لها؟ كيديروا لها القران كتسمع ليه، سبحان الله، تبارك الله عليه، القران كتسمع ليه، عارفينها مسلمه، غادي يحاولوا يعطيوا شي حاجه اكثر من ذلك. كيقول لك هما كيفما كانت ايديولوجياتك ولا الدين ديالك ولا العرق ديالك، انت كتبقى انسان،
عندنا. حاجه اخرى ياك اشنو جابوا ليها؟ جابوا ليها بحال قلتي مفتي ديالنا حنا فقيه باش يرفع ليها من المعنويات ديالها. صراحه كنبغي نحييهم لان هذا درس، هذا درس لينا كاملين، درس ديال الانسانيه، درس صراحه قريب. المهم تقربي ليا لانك انت اليوم من ضروره صعيب ان الكبده وبعيد عليك بنيتك ما قدرتيش توصلي ليها. كنقاسي شحال وانا بنيتي كنقاسي وشحال بكيت وشحال وكنقول يا ربي غتشفى ليا بنتي وكندعي الله سبحانه وتعالى واستجب ليا الدعاء، ولكن الحمد لله والشكر لله وكنشكر هذوك الناس حتى هما لله الماما تعاملوا معك زوينه ميمتي اي تعاملوا معايا مزيان ولا الاطباء ولا الممرضين ولا واحد السيد حتى هو بريطاني كان يوميا كيهضر معنا يوميا مع عمره ما قال هضرتي معايا في الليل في النهار في اي وقت الا كاع ما سميتو يدير لنا ميساج ويبقى يهضر مع الدراري حتى انا ما كنعرفش نهضر مع كيهضر معاهم بالساعات وكيقولوا لي راه امي مريضه وكتبكي وكيقول لها لا قول لها ما تبكيش راه غادي تبرى راه ان شاء الله. شفنا بريتينا لي كابتور ديكرون هذوك الناس هذوك الاطباء صراحه انا زعما كاينه انحني لهم جبدوا التليفون ديالك وقلبوا عليه وعيطوا لك ابل فيديو باش تشوفي بنتك وبنتك في ذاك الوقت وفي في ذاك الوقت قلت لك ونص وما تخافيش والله الا فقت من النعاس فقت من النعاس قسما بالله انا فرحانه ملي غاش يا ربي كنت كنقول يا ربي غنسمع مازال غير صوتها قسما بالله اللي كنقول كنبكي بالليل وبالنهار وذاك رمضان داز عليا ما ولكن داك السيد مسكين الله يجازيه بخير واخا هو ما كنعرفش اش كيقولوا كاين كيهضر مع ولادي يوميا واخا يبدلوا شتي ولا بدلوا ليها غير السيروم ولا كيقلبوها ولا كيقولها لي كيقول لها اش داروا ليها اليوم حالتها اليوم كي دايره حالتها اليوم كي دايره ما عمره ما قال زعما كان هادو برزطوني ولا صدعوني ولا يوميا في الليل في النهار في اي وقت كيهضر معها الدراري بالساعات وجيت دابا باش نمشي نشوف اليوم كنتي غادي غتمشي عندها كنت نشوف بنتي وحرموني خليت ليهم الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اللي كنت فرحانه وغادي نمشي عند بنتي نشوفها سالي انا شحال ديال الوقت دابا ما شفتيهاش كل سنين هذه كل سنين وهي مريضه وصعيب قلب الام صعيب قلب الام تعرفي بنتك مريضه وما قداش تمشي تطلع وي ودابا ما كتقدرش مسكينه تمشى ولا غير نمشي نعاونها ولا شي حاجه كي دايره هي الحاله النفسيه ديالها مسكينه هي شويه وصافي شويه كيعطيوها داك الفانيل ديال سميتو كانوا كي في الايامات الاولى كيعطيوها غير داكشي ديال الاعصاب باش تهدم ماشي دايس عليها شويه راه ماشي شويه راه جا تحسي اليوم ميمتي ملي مشيتي للمطار باغي تمشي عندها عندك الوراق ديالك عندي البي ديالك دايره التيست البي سي ار هما اللي صيفطوا هما اللي صيفطوا لي حنتي قالوا ليها صافي ماما راه غنجيبوها لك وهما صيفطوها صيفط كتدخل ان الوالده باش تكون عارفين هذه المساله ان الوالده راه فاش كتدخل في القنصليه تاع هذا راه ما كيسولوهاش فين كيشوفوا كيعطيوها الفيزا حيت عارفين للمره الثانيه كيشوفوا كيشوفوا كيعطيوها الفيزا ما كيهضروش معاه ما كيسولوهاش نهائيا ما كيسولوهاش ما كيقول لها حتى شي حاجه انا كما قلت لك ان الناس انا باش يخدم لك القران وانت في الانتنسيف يونيت كير يعني في العنايه المركزه وكيشجعوها وكتفيق لحد الساعه هي شحال كتقدر تمشي الا مشات 20 متر 30 متر كتبدا تنهج ما كتقدرش صافي خصها تجلس وحاجه اخرى دابا الا جلست في الارض ما كتقدرش تنوض لان بزاف الحمد لله بعد العزاء الوحيد ديالنا هو هذيك السيده تما لقات واحد الاعتناء ربما كو كان جات هنا ربما ما يكونش هذا الاعتناء لأن المساله اللي صعيبه بزاف هو ان الا لاحظنا المغاربه كانوا على الاعصاب ديالهم في واحد خمس ايام ان السيد مسكين دري صغير تحت الارض ياك فحنا دوزنا واحد الفتره ديال 144 يوم واختنا كل نهار كتموت عرفتي شنو هي كل نهار كتموت ملي كنهز عينيا في التلفازه كنلقى 800 في بريطانيا وكنقول منهم اختي وما عمرني مازال غنشوفها ما عندي ما غنقدرش ندفنها حتى انني نشدها ندفنها ما نقدرش حتى انني نمسها بيدي ما نقدرش واحد النهار انا كنقول للوالده كنقول لها شوف امي راه البيبان ديال السماء يعني الطيارات مسدودين الارض مسدوده
عندنا الباب تاع سيدي ربي، ما عندنا شي حاجه اخرى، لان فاش كتلقى انت محقور وكنقول لك لا احد لا احد، كنقول لك وعندنا وزير الصحه كيعرف التقاشر ديال الناس شنو لابسين، ما غيعرفش واحد المواطن عنده في بريطانيا ودايره ماشي هذا التقصير في نظرك؟ هذا سؤال كيتطرح لهم، لان هما ما كيسوى عندهم مواطن والو، كون كيسوى عندهم المواطن شي حاجه ما يشدونيش انا، يلوحوني في الغابه. وحنا كنعرفوا بان الفصل 20 من الدستور، نرجعوا عاوتاني للقانون، الفصل 20 من الدستور كيقول لك الحق في الحياه هو اول حق مقدس، الحق في الحياه هادشي كيقلنا صراحه. وكيقول لك عاوتاني، لان فاش كيقول لك الفصل، كتجي الفصل 22 من الدستور الا ما خانتنيش داك الشيء. نسولك خويا بشير، حيت كل دوله كدير واحد القوانين باش تدخل عندها، من اولهم كدير القوانين، هانتي دويتي كدير القانون، كدير القانون الله يرحم الوالدين. ثانيا مع فيو هاد لابونديمي او هاد الجائحه ديال كورونا، كيطلبوا مثلا تيست البي سي ار ويكون قل من 48 ساعه ويكون سلبي. يعني هادشي اللي طالبه دوله بريطانيا باش تدخلوا عندها. هادشي اللي طالبه يعني دوله بريطانيا كتقول لك تمنع ديالكم ملي نتوما عندكم هادشي. دوله بريطانيا كتقول لك الا دخلتي عندي مثلا الوالده ما دايرش تيست، غدوز 10 ايام كونفينمون، وغيديروا لها ثلاثه ديال لي تيست بي سي ار في ديك 10 ايام. يعني مخلصه هذاك الشيء، مخلص وكل شيء ودايره التيست. ودايره التيست، يعني ما كتشكلش خطر على حتى شي واحد، فكيتم المنع ديالها. انا دابا كنحاول نفهم، لانك انت اليوم انت غادي واحد البلاد، خصك تمشي للقانون ديال ديك البلاد اش اللي غتبع. ياك هما ياك يقولوا لك غير البي سي ار، علاش تم المنع ديالك انت دابا باش تدوز؟ انا كنقول لك فاش دخلنا وغدوز الوالده وتم المنع ديالها، قال لها جلبه لا تروازيام دوز، يعني الجرعه الثالثه، قلت لها ما داقتها شي حاجه، عندها تيست بي سي ار. قال لي راه هذا القانون باش كنخدموا. قلت لي ارى لي القانون كما كما العاده. قلت له عطيني القانون. قال لي راه مسير قلب في هذا. قلت له عطيني القانون. قلت له راه فاش كندخل دابا شتي، نجبد لك دابا هذا ديال وزاره رئاسه الحكومه، الموقع الرسمي ديالها، الا قلبتي البلاغات وقلبتي القرارات وقلبتي المناشر ما غتلقى حتى شي حاجه سميتها جواز التلقين. خويا بشير، انا نبغي نقول لك دابا رسالة اللي غادي تبغي توجه، ولما ناجي تبغي توجه رسالة اللي غنبغي نوجه ونقولها بين قوسين. إلا كنا كنجيبو حنا اللعابة في طائرات خاصة، الأولاد السيدة نديوها في طائرة خاصة ونقولها بكل روح رياضية كما قلت، واش راه اختي راه كانت بطلة العالم في الوزن الخفيف ضد الكوفيد وضد البنومونيا وضد السيبسيس اللي تعفن الدم وانهيار هذا، وكل جوله دامت 141 جوله، وكل جوله كتدوم نهار. اليوم اش غادي تبان ديكلاريشن؟ يخليو عطاونا الحق، وهم كيتحملوا المسؤوليه ديال هادشي كاملين، كيتحملوا المسؤوليه ديال البي، كيتحملوا المسؤوليه تاع التكرفيس ديال الوالده. هادو الميساج هما ديال الام اللي محروم. هما غنقول لهم اشنو الميساج اللي نتوما بغيتوا توصلوا للعالم؟ واش نتوما ملي دوله بريطانيا كتهز مواطنه تاعهم واش كتقول لهم نتوما بهذا الفعل ديالكم الشنيع؟ كتقول لهم ما كيهموناش المواطنين ديالنا، يمشيو ويموتوا. هذا هو اللي كاين، كيقول لك هما ما كيهموناش حتى المواطنين تاعنا يمشيو ويموتوا. خويا بشير، كنظن بان الرساله اكثر من واضحه. انا بدوري كنوجه نداء لجميع السلطات المسؤوله اللي ممكن انها توقف على هذه القضيه. اليوم الاخ بشير يعلن عن اضرابه للطعام ابتداء من اليوم صباحا، بدا في الاضراب عن الطعام لحين انه يتم الجواب على الاسئله ديالو او يلقى شي حل لهذا المشكل الكبير اللي عنده. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.